معايا عبر الهاتف الآن مداخلة هاتفية عزيزة وغالية جدا جدا مع الفنان الكبير العظيم صلاح عبد الله. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا وألف مليون مبروك. استاملي استاملي متشكر يا كريم، ومبروك لينا كلنا، وكلامك حلو. ومعلش انا مش قدام التلفزيون دلوقتي، لكن اللي انت بتقوله اللي انت قلته ده كلام، يا سلام يا سلام، احلى كلام، احلى كلام، احلى كلام، احلى كلام منك انت يا عمنا. طيب شفت طبيعي. النهارده الفوز الزمالك ازاي النهارده؟ انا عارف انك زملكاوي جامد قوي، وعشت المباراه ازاي النهارده؟ عشتها على اعصابي، عشتها وعمال ادعي ربنا ان الناس اللي في الاستاد دي، اللي راحوا الاستاد 80,000 كريم، ده في ناس راحت من الساعه 2 الظهر في عز الحر، كان شكلهم حلو قوي النهارده، واقعد ادعي لهم ان هم يرجعوا فرحانين. صح، فالماتش كان صعب وكان في توتر جامد، انما الحمد لله ربنا جبر بخاطرنا. وانا كنت كتبت وقلت يا رب اجبر بخاطر ال 100 مليون والليله نفوز لو حتى بجول. الله، وربنا حقق لنا الامنيه وغلبنا بجول فعلا بجول. هو وبعدين بقى عملت بين قوسين كده عشان الاهلاويه، بعض الاهلاويه المتعصبين والمتطرفين هيعلقوا، انا عارف انهم هيعلقوا وفعلا علقوا، قلت 100 مليون حرامي يعني 50 مليون مصري، 50 مليون بقى زي ما في الوطن العربي. بس شفت حضرتك التهنئه بقى للنادي الاهلي مع نادي الزمالك اللي قدمها نادي الزمالك بعد المباراه، تهنئه حلوه كده والروح الرياضيه ترجع تاني والحياه تبقى حلوه. حلوه جدا، ما انا سمعتك يا كريم. حلوه جدا طبعا. وهو ده المفروض، هو ده المفروض الطبيعي ان النادي الاهلي يعني الزمالك والزمالك يعني الاهلي، وتبقى دي الروح اللي بيننا كلنا بين كل الانديه المصريه سيان الشعبيه او حتى انديه الشركات يعني. وخد بالك وتهنئه السيد الرئيس كمان طبعا، كانت حلوه قوي قوي طبعا طبعا. مين النهارده عجبك قوي في الملعب يا عم صلاح؟ الملعب بص، لعيبه الزمالك يعني النهارده كلهم كانوا في حاله رائعه بصراحه، بالذات خط الدفاع. صحيح، خط الدفاع المسلوسي ده يعني عظيم، حكايه، ده لسه هتكلم عنه كتير. غير عادي طبعا، كلهم كانوا كويسين. صحيح، ما كانش في حالته قوي النهارده مع انه هو اللي كسبنا، خلي بالك سيف الجزيري كسبنا بالجول اللي حطه هناك في دماغه. صح صح صح، بس ما كانش في حالته النهارده، معلش ما جراش حاجه. صحيح، احمد حمدي ده اختراع، ربنا يقومه بألف سلامه يا رب يا رب، جول هايل ورائع. صحيح، كمان ضيع جول كتير قوي يا كريم. صحيح صحيح، لا وزيد ال 25 دقيقة الأولانيين بتوع الشوط الأولاني. وأنت بتتفرج على المباراة اتضايقت شوية لما الزمالك تراجع لورا والضغط شوية في نهاية الشوط الأول وأول الشوط الثاني؟ اتضايقت وتوترت وقلقت بصراحة. خشوا هاجموا يا جماعة، عمالين نقول إحنا بنتفرج هاجموا ما توقفش ورا. كان نفسي يفضلوا يلعبوا بنفس التكنيك اللي بدأوا بيه المباراة. لأنه بعد ال 25 دقيقة دول حصل تراجع شوية. واخد بالك؟ والشوط الثاني برضه في بداياته حصل تراجع. كلمتين حلوين بقى من عم صلاح عبد الله بادائه الرائع لجمهور نادي الزمالك العظيم. لا جمهور الزمالك ده انا اقول لك ايه، بص الشعار بتاع اوفياء للابد ده شعار حقيقي جدا. الجمهور ده يا مستحيل. الزمالك انت عارف، معلش انا زملكاوي افضل عن جد. طبعا. الزمالك دي كده ما طبطت تبقى وحشه. وفجاه مثلا يعمل ماتش حلو قوي وتلاقي الماتش اللي بعديه يتضمر. فانا بقول للجمهور مبروك عليكم كاس الافضل الاداريه، انتوا تستحقوا الفرحه فعلا فعلا. كل اللي راحوا الاستاد وكل اللي كانوا واللي راحوا النادي بعد الماتش، في قلوب مؤلفه راحت على النادي بعد الماتش كمان. طبعا طبعا، هو ده جمهور الجمهور الزمالك العظيم اللي يستحق التكريم. صحيح، فنان الكبير فنان صلاح عبد الله، انا بشكرك شكرا جزيلا والف مليون
مبروك يعني، فنان عظيم، ربنا يا رب يديله الصحة، ممتع كالعادة يعني.